التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، ولم يأتي في صلاة الجنازة الاستفتاح، إنما الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الفاتحة. الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وصليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد، وصليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، كان أمات، كان ميت، اللهم اغفر له، كانت ميتة، بصيغة الأنثى. أموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لديه التي لا ترحمها الا انت. انتهى ويطيق الدعاء ولا ينسى عموم اموات المسلمين ولا احياء ولا اموات، من جمع المسلمين خلفه لعلها تستجاب هذه الدعوه. وان الله يرحمه اذا صار اذا ما صار اليه، ولا يقتلنا بعدهم ولا يحرمنا اجرهم. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. نصف التفاته خفيفه، هذا الذي وصلت.